السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن الكوربل ديزاين أو الشورت كانتليفر طبقا للكود الأمريكي والكود المصري. التو كودز زي بعض جدا في كل المعادلات، بس الكود الأمريكي منسق الموضوع أفضل. أول حاجة، إيه هو الكوربل وإمتى بستخدمه؟ تعريف الكوربل عندك قال لك هي المسافة ما بين بعد قوى القص عن وجه الركيزة اللي هي هنا اسمها AV على البعد الفعال لعمق الكانتليفر او عمق البروس بتاعك تساوي واحد او اقل من او يساوي واحد، وان يكون عندك القوه التنسايل فورس اقل من قوه القص. التعريف موجود في الكود المصري والكود الامريكي واحد. الكيس دي بتحصل عندي امتى؟ اشهر حاله عندي هي الكرين تراك جيردر زي ما خدناها في الستيل، وتاني حاله عندي زي ما جالنا سؤال على الجروب، لو انا عندي مثلا حدود الارض معينه وعايز في الادوار العلويه اطلع ببروز، فبطلع بشورت كانتليفر من العمود بتاع البيزمنت واعمل بروز واكمل عمود على مزروع على الشورت كانتليفر. طيب لو انا عندي كده قوه قص اللي هي حمل العمود اللي جاي على الشورت كانتليفر، هل بقى الكانتليفر ده هيكون شايك عليه ديفليكشن؟ لا، انت هنا طبعا القطاع ده عمقه كبير جدا، فالديفليكشن اكيد هيكون سيف. بشيك عليه حاجه اسمها فريكشن، يعني مساحة القص بتاعته أو مساحة الاحتكاك. طب أي قص عندي بيتقاس إزاي؟ بأبعاد قطاع البي والدي. يعني أنا أول حاجة عشان أأكد إن القطاع ده بالنسبة لي أبعادي مناسبة أو لأ قبل ما أدخل في الديزاين، أنا هفرق قطاع بي في دي مع الفورس اللي هتجيلي، وهقارن الفورس بمساحة الفريكشن بتاعتي. لو هي أوكي أكمل ديزاين، مش أوكي أغير الأبعاد بتاعتي. طب أنا هغير إيه؟ هل تقدر تغير عندك البروز بتاعك؟ لا، مش هتغير البروز بتاعك. طب ايه اللي اقدر اغيره؟ هو العمق بتاعي. ممكن اغير العمق بتاعي شويه، ازود العمق، هيزود مساحه الفريكشن بتاعتي. طيب وانس ان انا اوكي، يعني اول ستيب عندي بعمل تشيك الفي التيميت بالفي نومينال فريكشن. لو هي اوكي بروح على الديزاين. الكود المصري قال لك ده بيتصنع عن طريق حاجه اسمها الضغط والشداد. يعني القطاع ده بيكون عليه فليكشر مومنت، بيكون عليه شير. وهنا هتيجي تقول لي طب انا عندي في الكرين تراك جيلدر كان عندي فيرتيكال فورس وهوريزونتال. طب لو انا عندي منشأ خرسانه وفي عمود مزروع، النورمال فورس دي مش او قوه الشد مش هتكون موجوده. باخدها بكام؟ المينيمم قال لك 0.2 من الفيرتيكال فورس، بتكون مور سيف. اوكي طيب، يبقى انا اول حاجه هصمم لي فليكشر وشير وتنسايل. الفليكشر عندي القانون بتاعنا اي اس بتساوي ام التيميت على اف يلد في الجي في الدي. الكود الامريكي مبدل الجي بالفاي، يعني دي حساباته المعاملات بتاعته. الفاي هنا هتلاقيها 0.85، هي تقريبا نفس الجي. تمام. طيب الاريا اوف شير في التيميت على فاي في الاف يلد في الميو. الميو عندي ليها كام نسبه تسليح؟ واحد. طيب الاريا تنسايل كان عندنا في الكود المصري تي على اف يلد على الجاما اس. هنا شال الواحد على الجاما اس، المعامل الفاكتور ده حطه هنا بفاي. لو انا قسمت واحد على واحد و15 هيطلع 0.86. هنا الفايف بتاعتك 0.85، هي نفس المعادلات بالظبط، مش بعيده يعني. بعد ما بجيب الاريات دي كلها بيبقى عندي ادخل بقى اختار عشان اصمم بالظبط. طب ايه الالمنت اللي بصممها؟ قال لك انت عندك هنا 3 element او عندك 3 انواع من التسليح. اول حاجه عندك البار اللي هو بيسموه هنا البرايمري ستيل. البرايمري ستيل بتحسب ازاي؟ قال لك ليه الاكبر من 3 معادلات. اريا اللي طلع عندك من المومنت بلس اريا طلع من التنسايل، تلتين اريا من الشير زائد التنسايل، او المينيمم بتاعك الميو اللي هي 0.04 اف سي داش على اف يلد، وبالكود المصري 0.03 اف سي يو على اف دي على فيلد مضروبه في اريا كونكريت طبعا عشان تجيب مساحه الستيل. ما اي ريشيو ميو بتساوي اريا ستيل على اريا كونكريت. عايز اجيب اريا ستيل هضرب الميو في اريا كونكريت. طب الهوريزونتال قال لك هتبقى دي الكانات الافقيه بتاعتك وبتساوي نص اريا انت جبتها البرايمري ناقص الاريا بتاعت التنشن. طيب ايه الكونديشنز اللي عندك؟ قال لك اول حاجه لازم البار ده اللي احنا نمشي معاه كده، البار ده
لازم لما يجي على نهاية الكانتليفر لازم يمشي هنا مسافة ال دي، وال دي في التنشن بتساوي كام؟ 60 فاي او 1 متر. طب تاني كونديشن عندك قال لك الهوريزونتال ستيربس، لازم تعدي هنا، لو هنا عندي هنا دي لازم تعدي تلتين الدي، ما ينفعش اوقفها هنا. يعني في ناس بتعمل كده شورت كانتليفر بترسمه كده قطعه ثابت، هنا دي البعد دي والبعد دي دي، وفي ناس عشان توفر بترسمه كده، البعد ده بيكون دي على الاثنين وده بيكون دي كامل. قال لك اهم حاجه الهوريزونتال ستيربس اللي انا هرسمها بالازرق دي لازم تعدي مسافه 2 على 3 من الدي المينيمم. طب الاليمنت الثالث عندي بيكون عندي هنا فيرتيكال ستيربس، ودي بتتحط 7 فاي 8 على المتر من غير اي ديزاين. طيب انا كده عرفت، كده عرفت عندي الاليمنت الستبس بتاعتي وانا ماشي في الديزاين. تعال نشوف بقى شيك عليها ازاي. فلنفترض عندنا العمود بتاعنا، انا مثلا عمود الكورنر بتاعي كان 40 في 40، وكان الحمل بتاعه حوالي مثلا ناخد اي حاجه 218 طن او 220 طن. نفترض العمود ده انا عايز انقله، تعال نشوف بقى نحسب مع بعض. في هنا شيت اكسل، طيب المعادلات دي كلها في الكود المصري موجوده هنا يا جماعه شابتر 4. هتلاقي عندك هنا قال لك هنا الكنات الرأسيه، الكنات الافقيه شرطها طبعا انها تكون مقفوله، نفس الكلام اللي اتكلمنا عليه التسليح، المعادلات بتاعتك AN زائد AF و ES AN زائد كذا، المعادلات بتاعتك المينيمم بتاعك ميو، الميو عندك بتساوي 0.03 كان عندنا 0.04 في الامريكي. بحسب ازاي المومنت طبعا الكلام يعني مش محتاج نتكلم فيه، الكيو في المسافه زائد النيو في المسافه، وهنا الاريا ستيل بتاعتك. طيب هنا الـ AN الـ horizontal AH بتحسب ازاي، الكلام ده كله موجود في الكود المصري نفس المعادلات في الكود الامريكي. طب لو انا حبيت اخد مثال فينا الشيت الاكسل موضح لك كل حاجه. قال لك اول حاجه انا هفرض الابعاد، عايز اجيب الـ H، انا فرضت ان انا هطلع بروز متر، مسموح لي ان انا العمود اهو في البيزمنت تحت محتاج اطلع بروز مثلا على حسب القانون بتاع البلديه عندك، قول مثلا هطلع متر من الشارع زي البلكونات. انا قلت هنا الاتش بمتر، لازم الاي في على الدي اقل من او يساوي 1. طيب الكفر عندك 25 او 30 سنتي، اقل حاجه 2.5، الدي هو بيحسب هنا عمق الفعال، الاتش ناقص الكفر. طيب الاي في هتطلع قد ايه؟ انا قلت هطلع متر، بس خلي بالك المتر ده يعني نهاية العمود هنا. طب الـ AV المسافة ما بين وش ركيزة والسنتر العمود اللي هو السنتر اللي فيه الحمل، يعني الـ AV هتساوي هنا كام؟ لو المسافة دي متر والعمود بتاعك كام؟ 40 في 40، يب هاخد نص العمود هنا 20 سم، يبقى متر ناقص 20 بتساوي هنا كام؟ 80 سم اللي هي 800 مللي. طب الـ H1 قال لك الـ H1 ده اللي هو السمك اللي ممكن اقل بيه، يعني ما اخدش السكنس بالكامل، اقل حاجه نص، واكتب لك هنا نص دي طبقا للكود الامريكي. انا فرضت ان الاتش 100 هاخدها دي بنص. طب البي ويب العرض بتاعك ممكن تعمله قد العمود بالظبط، ده طبعا يفضل العمود كان عندك كام 40 في 40 فاحط هنا 400. طيب حمل العمود، حمل العمود هيساوي كام زي ما كنا حاسبينه ونحن قايلين ان هو 220 طن في 10، وقول لنا بس يساوي عشان احول من طن لكيلو نيوتن. نبص هنا مع بعض بقى، وهنا لان الالتيميت قلنا اقل حاجه 2.10 في القيمه اللي فوق. اول حاجه هو لازم يشيك على الفريكشن، قال لك الشير فريكشن الفي التيميت هنا كام؟ 2200. هنا بص نطلع هنا الفي الت الفي الفريكشن بكام؟ 1159. ليه؟ لان انا مدي له ابعاد هنا البي ويب، طب هو معتمد على ايه؟ على البي ويب في الدي. طب تعالى كده ممكن تزود الدي او تزود البي ويب، هزود مثلا البي ويب دي خليها مثلا 600، طلع برده انسيف، هزود العمق بتاعي
ال H عشان بالتالي هو يزود ال D، خلي مثلا 1200، هنصيف برضو 1500 لحد ما يقول لك هنا اوكي، مطلعها 2600، ممكن اقللها شويه، مطلعها هنا 2400، وانا كان عندي الفورس 2200. فهو قال لك هنا اوكي، يعني كده الفريكشن اريا، الفريكشن عندك اللي هي هتقاوم عندك الشير الناتج عن قوه القص المحوريه بتاعت العمود، الدي بتاعك 1400 في العرض بتاعك اللي هو كام 600، وانا عندي ابعاد العمود كام 40 في 40 وشايل 200 طن. طالما عملت التشيك ده اوكي، ابدا ادخل على الباقي. اول حاجه هصمم لي فور فريكشن، اوتوماتيك هياخد الفي التيمت، الفي التيمت مدخلها للبرنامج ويقسمها على الفاي، وبختار بس هنا تاني اختيار عندي كونكريت بليزد اجينست هارد كونكريت عشان بس ياخد الميو عندك بواحد، اقل نسبه تسليح. وده هنا هتلاقي هنا التيبل عندك معتمد على فريكشن السطح بتاعك. طيب لو انا كان عندي هنا حاجه اسمها بيرنج، لو انا بصمم مثلا كوربل لكوبري، هيبقى في عندك تشيك تاني اخير خالص البيرنج، حاجه اسمها البيرنج سترينث اللي هي مساحه البليت نفسه، طبعا دي مش موجوده عندنا. طيب انا كده جيت اكدت ان اوكي، جبت اول حاجه ايه اريا رينفورسمنت نتيجه لي الفي الشير. الفليكشر هياخد المومنت، هيحسب المومنت ازاي؟ الفي التيمت في الاي في زائد الان في الدي، هو كاتبها لك هنا، هو واخد الدي هنا على طول 9 من 10، بيعتبره ان هو منقص الكفر يعني. فالموضوع بسيط جدا، حسب هنا المومنت وقال لك هنا ادي كده اريا شير ودي الاريا بتاعتك فليكشر. طب الاريا تنشن النورمال على فاي في الاي فيلد، او النورمال على فاي في اي فيلد على اي فيلد على الجاما اس، هي هي بالظبط. طيب عشان يجيب الاريا بتاعته بتاع التسليح، قال لك الماكس اوف الثلاث قيم دول حسبها، انا بس بدخل القطر بتاعي. طبعا ده بيطلع تسليحه تقيل جدا يا جماعه، مثلا لو فاي 20 مطلعه 23 سيخ فاي 20، بتترسم ازاي؟ نفس ما اتكلمنا هنا فوق، ادي السيخ بتاعك اهو، وبيتكرر بيبقوا جنب بعض. مثلا انت لو حسبتها هنا 23 سيخ على المسافه بتاعتك 60 سنتي، هيطلع الموضوع ضيق جدا لان الحمل كبير. فيفضل هنا تزود مثلا العرض تخليه 1000 مللي، وممكن تقلل الدي بتاعتك شويه تخليها 1000 الاتش بتاعتك. انا بعمل ليه كده؟ عشان يبقى عندي مسافه اعرف ارص فيها الحديد هنا، بيبقى جنب بعضه بالكامل عشان ما يحصلش عندي تعشيش. طيب كده انا حسبت هنا 30 فاي 20 اوكي. طيب لو هنكمل بعد كده، عايزين نجيب الهوريزونتال ستيربس، قال لك نص اي اس سي ناقص اي ان، هتستنى كمان كانت فاي كام؟ اقول له مثلا فاي 12، هيطلع لك 17 صف. يعني ال 17 صف دول هيترصوا في مسافه من اول بدايه البروز لحد 2 على 3 مينيمم الدي، يعني لحد تقريبا حوالي 70 سنتي، هتحط حوالي 17 صف كانت مغلقه. طبعا التسليح ارقام مخيفه جدا لانه شايل هيفي لود، فمحدش بيلجأ له لان هو تقيل جدا في التسليح، الا وانت عندك طبعا زي ما قلنا الحالتين الكريتيكال اللي عندك مضطر تعمل فيهم الموضوع ده. كده جبت عندي الرينفورسمنت بتاعتك بالنسبه للهوريزونتال ستيربس، جبت البار وشيكت فريكشن، وبكده بكون خلصت انت موضوع الكوربل ديزاين. طبعا الشيت من تصميم المهندس محمد علي ابو شادي. طيب كده يا جماعه خلصنا موضوع الكوربل، لو في حد عنده اي استفسار مع بعض في الكومنتس يعني.